السلام عليكم، معكم إكرام عضوة في جمعية باقي الخير. كيف ما كتشوفوا حنايا موجودين هنايا في مركز تحقن الدم مدينة طنجة. تبارك الله كاين بزاف ديال الناس جاوا اليوم باش يتبرعوا على حسب الزلزال اللي وقع البارح، فكناديو الناس اللي قادرين يتبرعوا بالدم ديالهم يجيو مركز تحقن الدم او يجيو لساحة الامم. وغدا ان شاء الله خدام مركز، يعني ابتداء من 9 ديال الصباح اجيو تبرعوا. راه فحال كتشوفوا العائلات ديالنا، راه كاين مساكن اللي محتاج في الدم، كاين ناس ما كنعرفوهمش حتى هما محتاجين الدم. ماشي ضروري يكون شي واحد من عائلتك باش انت نعطنو تبرع. راه حنايا كمغاربه كاملين بينا خصنا نضمنوا في الحاجات بحال هيدا. راه هذا واجب وطني علينا كاملين بينا باش نقوموا به. السلام عليكم، معكم محمد المرتجي من دوب فرتين جهه التكشفيه الحسنيه المغربيه. اليوم كنتواجدوا في مركز الجهوي تحقن الدم من اجل تنظيم هذه العمليه، كذلك ومن اجل التبرع بالدم، مساهمه منا في التآزر والتضامن مع الاخوان ديالنا اللي وقع الزلزال الاخير في منطقه الحوز. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد خالد كردمان، منسق ميداني دي مكتب الهلال الاحمر بولايه طنجه. اليوم التواجد ديالنا في مركز تحقن الدم هو التنظيم وكذلك الحشد وكذلك التحسيس على مستوى التبرع. الهلال الاحمر المغربي ديال المكتب ولايه طنجة اليوم على اهبه الاستعداد على مستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. كاين مجموعه ديال الفرق ديال الهلال الاحمر مدينه طنجة، لا الفرقه ديال الدعم النفسي ولا الفرقه ديال التبرع بالدم ولا الفرقه ديال لوجيستيك ولا الفرقه ديال الكوارث مستعده كتسنى غير النداء باش تمشي. كنتمناو اللطف في هذا الوطن، نتمناو يكون الخير والبركه اللي ماجي ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.